بفريق الجيش السوري بانتظار صافرة الحكم. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة، وبداية الكرة مع فريق الجيش السوري. كرة مع الجيش السوري، الخط الخلفي العزاوي، تحية في بداية المباراة لكلا الفريقين من اللاعبين، وهذا شيء جميل. وصراحة شيء جميل أن نرى العادة الرياضية المتمثلة بالتحية للاعبين فيما بينهم. كرة مع المحاميد، قتيبة المحاميد إلى اللاعب عاصم المصري، إلى العزاوي، إلى باسل بخو، إلى قتيبة، تسديدة وهدف، أول هدف في المباراة، أول هدف في المباراة عن طريق اللاعب قتيبة المحاميد اللي يسجل الهدف الأول. هذه الإعادة، هذه الإعادة على حسن صفر، على يمين الحارس حسن صفر، تسديدة وترجع مرة ثانية لي علي عيد، ولكن الحكم البحريني يطلق صافرته. وجود خطأ، وجود خطأ على اللاعب السوري، اللاعب رقم 8 فيصل الخضر. كرة مع الصداقة اللبناني، كرة مع الصداقة اللبناني أشرف، إلى اللاعب رقم 20 نيناج، إلى ميثم، نيناج، ميثم مرة ثانية، اللاعب رقم 93 أشرف، يسدد أشرف ولكن خطأ، 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 خطأ للفريق اللبناني. كرة مع نيناد أو أشرف، عفوا هذا نيناد، هذا أشرف، إلى ميثم، أشرف، علي عيد، الآن تحرك من غير كرة بالنسبة لعلي عيد، يرجع مرة ثانية، تمرير لعلي عيد، تقطع الكرة، صهيب العزاوي إلى اللاعب رقم 18، إلى صهيب مرة ثانية، صهيب وهدف، صهيب العزاوي باندفاع قوي على لاعبي ومدافعي فريق الصداقة السوري ليسجل الجيش السوري الهدف الثاني، ثاني الأهداف في هذه المباراة عزيزي المشاهد، هدفين مقابل لا شيء، هدفين للجيش السوري مقابل لا شيء للصداقة اللبناني. كرة مع أشرف، عافرة من الحكم، عافرة من الحكم معمر الوطني، عمر الوطني، الحكم البحريني، نيناج، علي عيد، الى ميثم الحركه، اشرف الطيب، نيناج تسديده، ولكن المتميز الجهماني، رامي الجهماني احد الحراس المتميزين لفريق الصداقه الجيش، وهدف الهدف الثالث، وهجمه سريعه مرتده تنتهي الى هذا اللاعب اللي تشاهدون امامكم، اللاعب رقم 15 صهيب العزاوي، هذا صهيب العزاوي اللاعب السوري الجناح الايسر لفريق الجيش السوري ليسجل الهدف الثالث. ثلاثه لا شيء، ثلاثه الجيش السوري لا شيء. الصداقه اللبناني كما ذكرنا لكم المركزين السابع والثامن. كره مع الطرابلسي، محمد طرابلسي، تسديده محمد طرابلسي، ولكن تسديده خارج المرمى، بالتالي تنتقل للكره الان الى فريق الجيش السوري متفوق بالنتيجه وفي المستوى ايضا في اول اربع دقائق، ثلاث اهداف مقابل لا شيء لصالح الجيش السوري. الجيش السوري متقدم بالنتيجه. عاصم المصري الى المحاميد، هذا المحاميد، قتيبة المحاميد الى عاصم المصري، اللاعب رقم 89 اللاعب السوري، يحاول عاصم يسدد ولكن حسن صفر يتصدى وترجع مرة ثانية وهدف. عملية الريباوند، عملية الريباوند عن طريق اللاعب أسامة أبو الذهب، هذه التسديدة الأولى من اللاعب رقم 77 عاصم المصري، ولكن وتصدي من حسن صفر، ولكن عملية الريباوند لا يتحمل الحارس أي خطأ في هذه الهجمة الأخيرة، الخطأ فقط على الدفاع. الصداقة وهدف، هدف للصداقة عن طريق اللاعب أشرف خضير، هذا أشرف خضير، هذا اللي عاد، هذا اللي عاد، لاحظ أيضا اختراق لدفاع الجيش السوري ليسجل الهدف.
الأول، أول هدف لفريق الصداقة السوري عن طريق اللاعب أشرف عوفن. الصداقة اللبناني، الصداقة اللبناني والجيش السوري. 4 الجيش السوري، 1 الصداقة اللبناني. يحاول ينقطع الكرة، هجمة سريعة للصداقة، هجمة سريعة، هجمة سريعة وانفراد وهدف. هدف، هدف للاعب محمد صالح. هذا محمد صالح اللبناني، هذه الإعادة، هذه الإعادة، تمريرة أشرف خضير لمحمد صالح المنفرد برامي الجهماني ليسدد ويسجل الهدف الثاني. 4-2، 4 الجيش السوري، 2 الصداقة اللبناني. كرة مع الصداقة اللبناني، مع الجيش السوري عفوا، كرة مع الجيش السوري، تمريرات جانبية. عاصم المصري اللاعب رقم 87 إلى عاصم مرة ثانية، ولكن إلى باسل بخو. كرة مع عاصم المصري، راح يسدد اللاعب السوري، يسدد وهدف، يسدد وهدف، هدف للاعب أحمد المحمد. هذا أحمد المحمد، لاحظ عدم وجود أي حائط صد لبناني أمام هذا اللاعب السوري. لأحمد وعلي عيد وهدف، علي عيد وهدف. هذا علي عيد المحترف اللبناني لفريق الصداقة، أو البحرين لفريق الصداقة اللبناني، محترف البحريني لفريق الصداقة اللبناني. الكرة مع الجيش السوري، أول 6 دقائق عزيزي المشاهد، ثواني وندخل في الدقيقة 7 على بداية هذه المباراة. صهيب العزاوي إلى قتيبة المحاميد، إلى عاصم المصري، إلى طابوتش، ولكن عفوا باسل بخو، باسل بخو وهدف، هدف، هدف للجيش السوري، هدف للجيش السوري عن طريق اللاعب باسل بخو الجناح الايمن لفريق الجيش السوري. ترجع مره ثانيه اسامه خضير تسديده، ولكن تصدي من رامي الجهماني الى نيناد، يسدد نيناد وهدف، نيناد وهدف، نيناد ستانوسيتش الصربي، نيناد ستانوسيتش الصربي. هذا نيناد، التسديده الاولى كانت من اللاعب ميثم الحركة، ورجعت لي نيناد اللي سدد من الثبات من 7 متر، وأيضا عدم وجود أي حائط صد بشري أمام هذا اللاعب ليسدد ويسجل الهدف السادس أو الرابع عفوا. 4 الصداقة اللبناني، 6 الجيش السوري. الكرة مع الجيش السوري، تسديده وتمريره، تمريره ولكن تقطع، ترجع هجمه سريعه، علي عيد الى اشرف الطير، الى علي عيد مره ثانيه، علي اللاعب البحريني، المحترف البحريني الى اشرف. خطا وصافره من الحكم محمد قنبر، وكرت اصفر على باسل بخو، كرت اصفر على باسل بخو اللاعب السوري، لاعب الجيش السوري الجناح الايسر، واعتذار جميل لزميله اشرف الخضير. هذه الإعادة والخطأ اللي وقع لصالح فريق الصداقة اللبناني. كرة مع أشرف، أشرف خضير إلى الطرابلسي، إلى أشرف خضير مرة ثانية، أو عفوا ميثم الحركة، ميثم الحركة، نيناد، هذا أشرف، أشرف خضير، ميثم الحركة مرة ثانية إلى أشرف، إلى ميثم، يسدد ميثم وهدف، ميثم الحركة وهدف، هدف عن طريق هذا اللاعب. تشاهدون امامكم اعزائي المشاهدين ميثم الحركه، لاحظ التسديده ومن بين الرجل الحارس رامي الجهماني ليسدد ويسجل الهدف الخامس. 6-5، 6-5، 6 الجيش السوري، 5 الصداقه اللبناني. قبل قليل مدرب الجيش السوري الكابتن احمد المحامي. كرة مع الجيش السوري، أول 9 دقائق إلى المحاميد، قتيبة المحاميد إلى باسل بخو مرة ثانية، أحمد المحمد تمريرة ولكن تقطع، طرابلسي إلى محمد صالح، محمد صالح وتعادل، محمد صالح بهجوم سريع مباغت من الصداقة اللبناني ليسجل هدف التعادل. هذا التعادل طرابلسي ومحمد صالح، تمريرات ثنائية تنتهي لمحمد صالح اللي انفرد بالحارس رامي الجهماني ليسدد ويسجل الهدف السادس وهدف التعادل. 6-6، 6-6، 6
الصداقة اللبناني ستة الجيش السوري. مراقب المباراة وصافرة من مراقب المباراة. مراقب عام المباراة الحكمنا الدولي خلف العنزي. هل يوجد أمر على أرضية الملعب؟ تأكد من أرضية المباراة بوجود الشركات أو القنوات الراعية لهذه البطولة. شعار قناة الكأس القطرية أحد الرعاة الرئيسيين لهذه البطولة. قناة الكأس طبعا كما معروف في 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 دولة قطر، وهي من القنوات الراعية الرئيسية لهذه البطولة وأحد الرعاة الرئيسيين لهذه البطولة. بطولة كأس آسيا 21 اللي صراحة استمتعنا فيها كثيرا بمباريات متميزة وجميلة جدا، وأيضا فنيات كبيرة وخطط تدريبية متميزة لكل الفرق. استمتعنا جدا بتنظيم رائع بمستويات رائعة وجميلة في هذه البطولة. استأنف الحكم المباراة. كرة مع الجيش السوري. قتيبة المحاميد إلى باسل بخو، إلى قتيبة المحاميد مرة أخرى، إلى المحاميد، إلى باسل بخو. تسديدة ولكن في العارضة، تسديدة من أحمد المحمد ولكن في العارضة، ترجع مرة ثانية الكرة مع فريق الصداقة اللبناني. كرة مع الصداقة اللبناني، يحاول يهدي اللعب. نيناد إلى ميتم الحركة، إلى نيناد، إلى أشرف خضير الخط الخلفي لفريق الصداقة اللبناني، إلى ميتم، أشرف، نيناد، أشرف خضير مرة ثانية، نيناد، ميتم الحركة. هل سيسدد ميتم أم أشرف سيسدد؟ يمرر، يمر إلى علي عيد ولكن تنقطع وترجع مرة ثانية لعلي عيد المحترف البحريني صاحب الخبرة والتاريخ الكبير في لعبة كرة اليد البحرينية. يحاول الطرابلسي يسدد ولكن رامي الجهماني ترجع مرة ثانية لعلي عيد. الآن سقطت عملية اللعب السلبي، خلاص عملية اللعب السلبي سقطت بسبب التسديدة الأخيرة والتصدي الأخير من الحارس رامي الجهماني. 11 دقيقة، 11 دقيقة على بداية المباراة. أشرف خضير يحاول إلى نيناد ولكن صافرة من الحكم المعمر الوطني. لاحظ عملية اللعب السلبي، تمريرة ولكن تقطع، ترجع هجمة سريعة، هجمة سريعة وانفراد، وانفراد وهدف، انفراد وهدف عن طريق هذا اللاعب أسامة أبو الذهب. هذا أسامة أبو الذهب، لاحظ التمريرة الطويلة وعملية الفاس بريك لأسامة أبو الذهب ينفرد بالحارس حسن صفر، وتمريرة صهيب العزاوي لأسامة أبو الذهب المنفرد تماما بالحارس حسن صفر ليسجل الجيش السوري الهدف السابع. 7 الجيش السوري، 6 الصداقة اللبناني. أول 12 دقيقة على بداية المباراة بشوطها الأول عزيزي المشاهد. أسامة يسدد وهدف جميل، هدف جميل، هدف، هدف لأشرف خضير. هذا أشرف خضير لاحظ من 9 متر أيضا عدم وجود أي حائط صد بشري أمام هذا اللاعب أشرف خضير اللي سدد بكل أريحية على يسار الحارس رامي الجهماني ليسجل الهدف السابع. تعادل، تعادل 7-7. 7 الجيش السوري، 7 صداقة اللبناني. باسل بخو إلى أسامة أبو الذهب ولكن خطأ على لاعبي الصداقة، لمست الكرة سائق اللاعب، وهذا بقانون لعبة كرة اليد لا يسمح لأي لاعب بلمس الكرة لمنطقة الساق وهي أسفل الركبة، وهذا ما حصل في الهجمة الأخيرة. تسديدة ولكن تصدي من حسن صفر، تصدي من حسن صفر، ترجع علي عيد، علي عيد هل يتقدم الآن؟ هل يتقدم ولكن تقطع، تقطع وهجمة سريعة صهيب العزاوي، صهيب وانفراد، وياه يا حسن يا صفر، ترجع لبخو، ترجع لبخو، ها برافو يا حسن يا صفر، برافو يا حسن يا صفر. يعني هذا الحارس كنت يعني
انتظر الفرصة المناسبة لإطلاق اللقب على هذا اللاعب سبايدر مان. سبايدر مان لكرة اليد الكويتية. سبايدر مان كرة اليد الكويتية. الحارس حسن صفر خلاص، يعني هذه أحسن فرصة وأفضل فرصة لتصديه لأكثر من تسديدة. خلاص حسن صفر، يعني يسمح لي عشاق هذا اللاعب لمعلقي قنوات الرياضية، سوف أطلق على هذا الحارس سبايدر مان. الحارس حسن صفر، الحارس الكويتي والمحترف في نادي الصداقة اللبناني. تمريرة خاطئة، حكم المباراة صادرة من الحكم، نعم خاطئ كما ذكرناكم، لا يجوز للاعب أن يمنع الكرة أو يتصدى للكرة من أسفل الركبة، ويعتبر هذا خطأ قانوني بلعبة كرة اليد. الكرة مع الصداقة اللبناني، خلاص يا حسن، خلاص يا حسن يا صفر، تعتبر أنت سبايدر مان الكرة الكويتية. وفي الحراسة كرة مع أشرف خضير، تمريرة جميلة وتسديدة برافو لرامي الجهماني، أيضا تصدي جميل للحارس رامي الجهماني. ترجع الكرة مرة ثانية للجيش السوري، الكرة مع الجيش السوري، رامي الجهماني أحد الحراس المتميزين أيضا بفريق الجيش السوري. يعني هذه الدورة صراحة استمتعنا بالحراسة أكثر من اللاعبين. حراسة المرمى بهذه البطولة هي أحد الأسباب لتفوق الأندية في المباريات. كرة مع المحامي، سواء للوكر القطري، سواء للتحيل القطري أيضا، سارج أحمد مجدي، محمد تاجوري، ممكن لا تسعفني الآن اللحظات. حسن صفر أمامنا، وهدف، هدف، هدف جميل وهوائي، هدف جميل وهوائي عبر هذا اللاعب. هذا اللي عاد، هذا اللي عاد اللاعب رقم، اللاعب رقم 77 لاعب الفريق السوري. خطا ورمي حرة، او 87 عفوا 87 احمد المحمد، احمد المحمد هو من سجل الهدف الاخير بالكرة الهوائية. الكرة مع الصداقة اللبناني، الجيش السوري متقدم. عبدو، عبد الرحمن الشيخ، وخطأ، خطأ لصالح الصداقة اللبناني. هذا عبد الرحمن الشيخ أو كما يطلق عليه هنا في الكويت عبد الرحمن سند أو عبدو. هدف، هدف، هدف لصداقة عن طريق عبدو. هذا اللاعب عبد الرحمن الشيخ، هذا اللي عاد، هذا اللي عاد عبدو، وتسديدة جميلة أرضية على الحارس رامي الجهماني ليسجل الهدف الثامن. 8-8 8-8 8 الجيش السوري، 8 الصداقة اللبناني. انتصفنا الشوط الأول عزيزي المشاهد. خطأ، خطأ وكرت أصفر، كرت أصفر على علي عيد اللاعب البحريني المحترف البحريني بهذه البطولة. خطأ على علي عيد، تسديدة ولكن تصدي من الحارس وصافر أيضا، وأيضا كرت أصفر على اللاعب رقم 10، اللاعب رقم 10 حسين قاسم اللاعب اللبناني. كرة مع المصري عاصم إلى قتيبة المحاميد إلى أبو الذهب، وهدف. لاحظ المنتصف الدفاعي ووجود يعني فراغ كبير وعدم مراقبة، المراقبة الجيدة للاعب الدائرة أسامة أبو الذهب من قبل لاعبي الصداقة اللبناني، فبالتالي فريق الجيش السوري يستقل هذا الضعف الدفاعي لتمرير أي كرة للاعب الدائرة أسامة أبو الذهب ليسدد ويسجل الهدف الثامن أو التاسع عفوا، تسعة، تسعة الجيش السوري، 8 الصداقة اللبناني. كرة مع عبدو إلى أسامة إلى الجناح، تسديدة ولكن تسديدة محمد صالح هذه المرة ترجع للفريق السوري، وتصدي من رامي الجهماني. ترجع الكرة مع الفريق السوري، لاعب رقم 8 يهدي، تدلف فيصل الخضر إلى قتيبة المحاميد الفريق السوري. الكرة مع الفريق السوري، أحمد المحمد، صهيب العزاوي، أحمد المحمد، الخط الخلفي لفريق الجيش السوري. كرة مع الجيش السوري، قتيبة إلى تسديدة ولكن سبايدر مان يتصدى، تسديدة من عاصم المصري ولكن هذا سبايدر مان حسن صفر. خلاص
حسن صفر سوف يطلق عليه لقب سبايدر مان. ماركة مسجلة لدى المعلق محمد الشكري للحارس حسن صفر سبايدر مان حراسة الكويتية. حسن صفر كرة مع الصداقة اللبناني أشرف إلى عبد الرحمن الشيخ عبدو إلى أسامة إلى العيد علي عيد وهدف. هدف لعلي عيد، هذا علي عيد البحريني المحترف البحريني لفريق الصداقة اللبناني. هذه الإعادة، هذه الإعادة والتسديدة والاقتراب وتمريرة اللاعب رقم 13 ميثم الحركة لعلي عيد ليسدد ويسجل الهدف التاسع. مباراة متكافية ما بين الفريقين، مباراة متكافية ما بين الجيش السوري والصداقة اللبناني. هذا جميل قصير المدرب الحالي لفريق الصداقة اللبناني بسبب غياب المدرب الأساسي الكابتن محمد دلال. نتمنى له السلامة كابتن محمد، إن شاء الله يكون بس بخير وأموره طيبة يا رب. والدقيقتين دقيقتين على اللاعب رقم 13 ميثم الحركة. ميثم الحركة وهذا الخطأ على ميثم الحركة والطرد المؤقت لمدة دقيقتين. حكم عمر الوطني. كرة مع صهيب إلى اللاعب قتيبة المحاميد إلى باسل وهدف. باسل بخ وهدف، هذا باسل أحد اللاعبين المتميزين، أحد الأجنحة المتميزة بهذه البطولة صراحة. يعني الفريق السوري رغم الإعداد البسيط جدا وعدم وجود أي لاعب دولي وعدم وجود أي محترف دولي يقدم هذا المستوى ويصل للمراحل النهائية ويدخل مع المراحل نقول الثمانية الكبار لهذه البطولة كي يسجل لهذا الفريق من غير أي استعداد تسديدة وهدف. هدف للصداقة اللبناني عن طريق اللاعب علي عيد. الفريق السوري رغم الإمكانيات البسيطة جدا بسبب الظروف السياسية للجمهورية العربية السورية، فبالتالي يعني وصوله لهذه المرحلة اعتبرها مكسب كبير. اتوقع الكل يوافقني على هذا الراي لفريق الجيش السوري. الجمهوريه السوريه يعني فيها فرق كبيره جدا. تسديده وهدف بطريقه حلوه، هدف بطريقه جميله من اسامه ابو الذهب. تسديده خلفيه لاعب، تسديده خلفيه من اسامه ابو الذهب على الحارس حسن صفر. هذه الاعاده كما ذكرناكم من بدايه المباراه ضعف في منتصف الدفاع للفريق اللبناني، فبالتالي الفريق السوري يقتنص هذا النقص العددي وايضا هذا الضعف الدفاعي. نحيي فريق الجيش السوري على هذا المستوى الرائع المقدم في هذه البطوله. ترجع الكره، خطا 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 لصالح الفريق اللبناني الصداقه اللبناني. اخر 8 دقائق ونص على انتهاء الشوط الأول عزيزي المشاهد. الكرة مع الصداقة اللبناني طرابلسي إلى ميثم الحركة. نزول ميثم الحركة ورجوع لأرضية الملعب علي عيد وخطأ على صهيب العزاوي. خطأ وكرت أصفر على صهيب العزاوي. نعم كرت أصفر، كرت أصفر على صهيب العزاوي. الكرة مع الفريق اللبناني. عبد الرحمن الى ميثم الحركه، الى عبد الرحمن سند عبدو. عبدو تسديده ولكن رامي الجهماني، رامي الجهماني الحارس السوري. هذا رامي الجهماني حارس نادي الجيش السوري. يعني اتمنى واحد يتمنى شيء هذا صراحه حتى يرتفع المستوى في البطولات الآسيوية وأيضا المساعدة للفريق الجيش السوري في الدخول للمعترك الآسيوي في السنوات القادمة نظرا لما يقدمه بهذا المستوى ومن خلال استعدادات ضعيفة جدا وقليلة جدا. ولكن اللي قاعد يقدم الآن ومن غير أي لاعب دولي ومحترف شيء صراحة. يعني نحيي فريق الجيش السوري على هذا المستوى المتميز. كرة مع الجيش السوري، تنقطع الكرة قتيبة المحامي. كرة مع قتيبة إلى اللاعب رقم 87 أحمد المحمد. تقطع الكرة من أشرف ولكن أو ميثم حركة ولكن صافرة من معمر الوطني. وجود خطأ لصالح فريق الجيش السوري
نتمنى من الاتحاد الآسيوي التعامل مع الفرق السورية بروح معنوية والمشاركة والدعوات لأي بطولة تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي ومشاركة الفرق السورية حتى يرتفع مستوى البطولات الآسيوية. الكرة السورية كانت تضم من المستويات الجيدة من فريق تشرين، فريق الطليعة، فريق الجيش، من الفرق التي كانت تنافس وتقدم مستويات جميلة جدا في البطولات الآسيوية. فبالتالي يعني نوع من الدعم المعنوي لهذا الفريق ولأي فريق سوري بالمشاركة، حتى لو تتم دعوته فقط للمشاركة. كرة مع الجيش السوري، تسديدة، ولكن تسديدة قتيبة المحامي خارج المرمى. أتوقع الاتحاد الآسيوي لن يقبل هذه النظرة ولن يقبل هذه الحالة بالنسبة لفريق الجيش السوري. نتمنى التوفيق لكل فرقنا الآسيوية في المحافل العالمية وأيضا الفرق العربية خصوصا. يعني شاهدنا فريق الكرخ العراقي أيضا يقدم مستويات جميلة، الجيش السوري، صداقة اللبناني، مستويات كبيرة وجميلة جدا، مع العلم بوجود فوار كبيرة وهدف، هدف لعبدو. هذا عبدو، عبد الرحمن سند وهدف، هدف لعبد الرحمن سند، عبدو المحترف بفريق الصداقة اللبناني. كرة مع الجيش السوري، قتيبة إلى الجناح، إلى عاصم المصري، إلى قتيبة المحاميد، مرة ثانية إلى الجناح، إلى لاعب الدائرة، ورمية جزاء، رمية جزاء وكرت أصفر على اللاعب السوري نيناد. هذا الإعادة، لاحظ على نيناد، كرت أصفر على نيناد الصربي والمحترف في فريق الصداقة اللبناني. رمية جزاء، واللي راح يسدد الرمية الجزائية وهدف، اللي سدد عاصم المصري. هذا عاصم المصري اللاعب السوري. 12-11، مباراة متكافية ما بين الفريقين. كابتن أحمد المحامي، كابتن فريق الجيش السوري ومدرب فريق الجيش السوري، لاحظ إرشاداته وتعليماته لفريقه. كرة مع الفريق اللبناني، الصداقة اللبناني. آخر 4 دقائق على انتهاء الشوط الأول عزيزي المشاهد، دقائق الأربع الأخيرة على انتهاء الشوط الأول. يقدم الجيش السوري على الصداقة اللبناني 12-11. تسديدة وهدف، تسديدة جميلة من ميثم الحركة. هذا ميثم الحركة، برافو يا ميثم يا الحركة. هذا الإعادة، لاحظ التصويبة وتسديدة القوية من ميثم الحركة من 7 متر، وأيضا عدم وجود أي حائط صد لهذا اللاعب أثناء التسديدة، وبالتالي يسدد ويسجل الهدف الـ 12 وهدف التعادل 12-12 الجيش السوري 12 الصداقة اللبناني. آخر 3 دقائق، صهيب العزاوي وخطأ، خطأ على أحمد المحمد. ترجع الكرة مع الصداقة اللبناني، يحاول علي عيد، علي إلى ميثم وهدف، وتقدم الآن للصداقة. الآن الصداقة اللبناني هو من يتقدم بالنتيجة، هذه الإعادة والتسديدة، من قبل ميثم الحركة. الآن الجيش السوري هو الصداقة اللبناني هو المتقدم بالنتيجة 13-12. الكرة مع الجيش السوري، آخر 2 دقيقة على انتهاء الشوط الأول. المصري إلى باسل، ولكن سبايدر مان الحراسة الكويتية حسن صفر، الحارس الكويتي حسن صفر، سبايدر مان يتصدى لهذه التسديدة، ولكن هناك صافرة باللمس لمنطقة 6 أمتار، وهدف لعلي عيد، البحريني.
المحترف البحريني لفريق الصداقة اللبناني، تمريرة محمد صالح لعلي عيد اللي سدد ما بين أرجل الحارس رامي الجهماني ليسجل الهدف الـ14 14-12. الآن الصداقة اللبناني هو من يوسع الفارق أمام الجيش السوري. وتيبة إلى المصري، حاسم المصري إلى أحمد المحمد، صهيب العزاوي، أحمد المحمد راح يسدد يسدد، ولكن تسديدة أحمد المحمد ارتطمت في حائط الصد اللبناني لتخرج الكرة برمية زاوية، ترجع مرة ثانية وصافرة. وجود الوقت المستقطع اللي طلب المدرب السوري أحمد المحاميد، المدرب السوري اللي طلب وقت مستقطع لفريقه. جمال قصير، جميل قصير عفوا، جميل قصير مدرب الصداقة اللبناني بهذه المباراة بسبب غياب المدرب محمد دلال، يحل محل الكابتن جميل قصير بهذه المباراة. حكام مباراة اليوم معمر الوطني ومحمد قنبر، حكام من المملكة البحرينية الشقيقة، مملكة البحرين. هنا أحمد المحاميد وإرشاداته وتعليماته لفريق الجيش السوري في آخر تقريبا دقيقة، آخر دقيقة على انتهاء الشوط الأول. عزيزي المشاهد، هذه بعض الأهداف التي سجلت في الدقائق الماضية، بعض اللقطات والأهداف التي سجلت. كل الشكر لي دائما أذكرهم الجود المجهولين، من مصورين، من مخرج، من مخرجين، من مذيعين، من معدين، من فني الصوت، من الكهربائيين، من كل شخص يعمل ومجهول بذكر اسمه بهذه البطولة وفي كل مباراة. انتهى الوقت المستقطع، انتهى الوقت المستقطع لطلب المدرب أحمد المحاميد مدرب الجيش السوري. كرة مع الجيش السوري، باسل بخو، وخطأ على باسل، مشي بالكرة من باسل بخو، ترجع ميثم الحركة إلى ليناد، إلى علي عيد اللاعب البحريني. أوه يا علي، يا علي يا عيد على هذا الهدف، علي عيد وهدف جميل. هذا الإعادة لابد من الإعادة، لابد من الإعادة. يا سلام يا علي عيد، أحلى هدف في الشوط الأول من الأهداف الجميلة اللي سجلت في الشوط الأول، كما سجل اللاعب أحمد المحمد بطريقة هوائية الآن بطريقة جميلة، ولف للكرة عن طريق اللاعب والمحترف البحريني أحمد عيد يسجل هدف جميل. ترجع الكرة للجناح وخطأ، خطأ أيضا، ولمس لخط منطقة الستة أمتار. ترجع آخر ثواني، الخمس ثواني الأخيرة، علي عيد، علي عيد إلى الجناح الطرابلسي يسدد، ولكن تسديدة الطرابلسي خارج المرمى. وبهذه التسديدة تطلق الصافرة أعزائي المشاهدين بانتهاء الشوط الأول ما بين الجيش السوري والصداقة اللبناني، بتقدم الصداقة اللبناني على الجيش السوري بنتيجة 15-12. إلى زميلي المتميز والمتألق دائما الكابتن عبد الله حسين وضيوف الكرام، على أمل نلتقي بكم الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل محمد شكري. مشاهدينا، شوط اول ينتهي بتقدم الصداقه اللبناني على الجيش السوري 15-12. شوط متكافئ الى حد ما، يمكن لفترات طويله، الى ان في الجزء الاخير استطاع الجيش التقدم وبفارق 3 اهداف. تالق كالعاده لحسن صفر كابتن عبد الله، والشوط الاول فارق 3 اهداف للصداقه اللبناني على الجيش اللبناني. نعم عبد الله، يعني مباراه انا بس، ولكن تخللها هي المنافسة على ما فرقت في المباراة، جول بجول قاعد تمشي طول المباراة، إلى أن استطاع مثل ما قلت لك عبد الله الصداقة اللبناني يعني يتميز نوعا ما بحسن التنظيم أكثر من الفريق الجيش السوري. صفر لعب دور كبير في صد العديد من الكرات، واستطاع أن يعني يفرق الصداقة اللبناني في آخر الشوط، آخر تقريبا 3 دقائق أو 5 دقائق استطاع ان الصداقه يسيطر على الشوط الاول،
ويطلع بفارق ثلاث أهداف. بشكل عام عبد الله، شوف دائما عبد الله المراحل اللي هي تصير يعني من 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 تحسين المراكز، مباريات تحسين المراكز تكون في آخر البطولة، يكون هناك نوع من الفتور عند الاحباط معنويا. نعم معنويا، خلاص الهدف الأساسي كل فريق يطمح في البداية أنه يصل إلى أعلى مستوى في البطولة، حتى لو كان فريق يعني ما كان يعني ما يحقق البطولة، لكن يطمح أنه يصل إلى المراكز الثلاثة الأولى حتى يكون له يعني موقع في المنصة. لكن اليوم هذا الشعور شعرناه احنا كلاعبين اساسا في السابق، لما تلعب في بطولات في البطولات وعلى المراكز الترضيه، هو مو بالترضيه يعني اليوم احنا كاس الكاس بالكويت انك خسر بالنهايه يصير ثالث ورابع، اغلب اللاعبين ما يلعبون لان يقول خلاص يعني خلاص راحت حلاوه البطوله. لا عشان كذي احنا قاعدين نشوف انعكاس المستوى ما يكون في مثل انعكاس حتى طريقه اللعب ما تكون في مثل بدايات البطوله. بشكل عام شوط يعني متوسط المستوى صراحه عبد الله. نعم كابتن محمد مبارك، فارق ثلاثه لصالح الصداقه اللي فتح بالفارق يمكن في الجزء الاخير من الشوط الاول، رغم انه يمكن كان في تكافؤ لحد ما على فترات طويله في الشوط الاول. والله انا اللي اشوفه الحقيقه يعني الفريقين يعني ادوا مستوى متكافئ يعني، وحتى يعني نفس طريقه ولا اسلوب الهجومي او الدفاعي. يعني لو لاحظنا فريق الصداقه اللبناني قاعد يلعب دفاع 6-0، ايضا الجيش السوري 6-0، لعب 5-1 ايضا لعب 5-1 الجيش السوري. هذا دليل على انه يعني متكافئين حتى بالاخطاء التمريريه. يعني الجيش السوري عنده اخطاء كثيره الحقيقه بالاخطاء التمريريه، وايضا الصداقه اللبناني احنا لو لاحظنا انه يعني يغيب عن الفريقين الفاست بريك، السنتر السريع، ايضا حتى الخطط ولا الهجوم المنظم ما نشوف عنده يعني امكانيات انه يعني حلول كثيره من الفريقين. انا اللي اشوفه يعني الحين اسلوب اللعب كره اليد الحديثه الحقيقه يعني لابد انه من يكون دفاع صلب زائد الفاست بريك، انا اللي اشوفه يغيب عن الفريقين، وخصوصا يعني تعرف ان اللعب وما شاء الله يعني الفريقين عندهم امكانيات جسمانيه ممتازه. لو تكلمنا عن حراسة المرمى، والله أنا اللي أشوفه يعني الحقيقة حسن صفر الحقيقة يعني وايد يعني ممتاز في تصدي كثير من الكرات الفاست بريك وزائد التصويب الخارجي. والحقيقة يعني حسن صفر من الحراس اللي عندنا بالكويت من الحراس الممتازين، وانا اتوقع انه يعني حتى في الشوط الثاني راح نشوف نفس الاسلوب نفس طريقه اللعب ولا يعني. ومثل ما ذكرت اخوي عبد الله واخوي كابتن عبد الله جاسم انه يعني المراكز الاخيره لابد انه يصير فيها نوعا ما من الفتور، لابد انه يصير المستوى متواضع. هذه يعني الدورات يعني مدتها طويلة، وخصوصا إذا اللاعب إذا ما كان قاعد يلعب منافسة شديدة ولا يحوشة يعني هذه الأمور يعني لابد من تحصل. طبعا الجناح اليمين اللاعب الأشول محمد طرابلسي، اليوم وجود أيضا الأسطورة وكابتن ونجم حراسة المرمى في المنتخب الكويتي الكابتن أحمد طرابلسي حاضر المباراة اليوم وحاضر اللقاء. لما سألناه قال ولد أخوي يلعب، وهذا الجناح يعني ولد اخو اللاعب الكبير احمد طرابلسي، وشرفنا اليوم الكابتن. يمكن فتره طويله ما شفناه غاب عن الملاعب، اليوم نورنا داخل الملعب، حياك الله يا كابتن. كابتن عبد الله، لاحظنا ان يمكن قوه الصداقه يعني مقتصره في اشرف خضر اللاعب رغم 93، وايضا شفنا حتى كرات كثيره اللي علي عيد في الدائره لحد الان، ايضا يعني حتى عبد الرحمن عبد ما اشركه من البدايه، اشركه في الوقت المتاخر. اليوم عبد الله المباراه تعتبر مباراه نهائيه اعتقد حق الفريقين، اخر مباراه يلعبها الفريقين. لو بتكلم على الصداقه اللبناني، شوف يمكن لعب عبد الرحمن سند لعب
متأخر. أنا أعتقد المدرب يمكن متعمد بهالجزئية اللي يستغل إن فريقه لما يرجع هناك راح يلعب يكمل البطولة بطولة الدوري عندهم والكاس يعني الموسم هناك عندهم. فأعتقد إنه بيستغل أكثر عدد من لاعبينه داخل الملعب بحيث إنه ما يخسر المباراة هذه، يبي على الأقل يطلع في هالمباراة يكون فائز، على الأقل إنه ختمها بفوز وتحسين مركز السابع أفضل من الثامن. وطبعا هذا ريكورد يسجل في على مستوى آسيا، يعني إنه يعتبر النادي رقم 7 في على مستوى آسيا، فهذا يعتبر بالنسبة لي للفرق اللبنانية يعني. وأيضا حتى السورية نتيجة طيبة بالسورية، فراح تشوف عبد الله المنافسة محصورة على من يفوز على الثاني، مو قاعدين ينافسون على 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 مركز يعني أول ولا ثاني، لكن يبي يختم المباريات بفوز على الأقل دافع معنوي للفريقين لما يعودون إلى البطولة في 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 أي بطولة في 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 بلدهم، نوع من الاستعداد. واضح أن الفريق اللبناني ما يبي يخسر المباراة، واضح عشان كذي أشرك عبد الرحمن سند. ولاحظنا عبد الله يعني أغلب في تنوع نوعا ما عند الصداقة اللبناني، في تنوع نوعا ما في التسجيل سواء من الجناح على الدائرة من بلاي ميكر الباكات قاعدين يسجلون أهداف. بشكل عام احنا نقول المستوى ان شاء الله نشوف، يمكن راح نلاحظ في الشوط الثاني نوعا ما، انا اقول لك الرتم راح يصير اعلى في الشوط الثاني لكسب هذه المباراة من الفريقين بما ان النتيجة الان متقاربة ما بينهم. نعم، ايضا يمكن كابتن محمد لاحظنا باسل باكو واللاعب رام 8 لاعب الجيش هو يمكن الاكثر خطورة دائما، هو الاكثر تسجيلا بالنسبة لفريق الجيش السوري. اليوم شفنا سجل هدفين ايضا، يعني اليوم بالنسبة للفريق الصداقة لاحظ تسجيل أهداف على عيد 5 أهداف، هو يمكن هو نسبة متفاوتة ما بين اللاعبين. فباسل من اللاعبين يمكن المباراة السابقة قدم مباريات جيدة، اليوم أيضا مسجل لحد الآن تقريبا هدفين أو 3 أهداف. الحقيقة يعني اللاعب باسل يعني كل اللعبات اللي لعبها الفريق الجيش السوري هو المميز فيهم، هو اللي يعني فعلا يهدف من الخط الخلفي، زائد انه يعني انه يخدم فريقه في لعبات كثيره، يعني يخدم السنتر ويخدم الباك الثاني. طبعا ما في شك ان كل فريق لابد انه يصير فيه لاعب مميز، في لاعب يكون يعني على يكون يعني خط خلفي هو اللي يخدم الفريق، هو اللي يصوب، هو اللي يعني ليدر لها الفريق. أنا اللي أشوفه يعني باسل هو المميز يعني في فريق الجيش السوري. والحقيقة يعني أيضا اللاعبين يعني إحنا الكرة الكرة اليد جماعية ما في شك، حتى حراسة المرمى يعني تكلمنا على حسن صفر رامي الجهماني في حارس الجيش، ترى حتى مباراة السابقة يعني ما قصر أبو. أي نعم، إحنا لو أخوي عبد الله يعني أنت ذكرتني بشغلة، يعني الحقيقة يعني إحنا لو لاحظنا البطولة هذه من ناحية الحراسة المرمى كم حارس مرمى مميز؟ وايد وايد، حتى يعني كل فريق فيه حارس وكلهم مميزين. احنا لو لاحظنا فريق الكويت الكويتي محمد وعلي، علي مميزين، سارج في الدحيل، اي نعم، محمد تاجوري في الوكرة، في الوكرة. يعني عندك بعد حسن صفر نعم. حتى ترى شوف اميز لاعب كان بفريق تي سبورت هو كومار الحارس، الحارس يعني نعم. حتى بالفريق الضيف كان يعني كومار مميز. باكر او اليوم ان شاء الله عندنا التصدي عنده عالي، عندنا تقرير خاص عن حراس المرمى، بعدين راح يعني احنا لو لاحظنا ونشوف نسب الحراس ونسب التصديات. اخوي عبد الله انت لو تتذكر يعني السنين اللي طافت، يعني السنين 10 سنوات اللي طافت، يعني وايد البطولات الاسيويه يعني يغيب عنها الحراسة المرمى. الحين لو نلاحظ الحين المميزين في جميع الدورات الأسيوية هي بالحراسة المرمى، حتى محمد علي اللي استقطبوه بربر الحارس المصري أضاف لهم يعني في الفترة اللي لعب فيها، وهذا يعني دليل على أن يعني الكرة اليد الأسيوية في يعني تطور كبير من ناحية يعني اللاعبين وأيضا الحراسة المرمى، وأيضا يعني حتى بالجهاز الفني والإداري. يعني لو لاحظنا المدربين ما ينبخس حقهم، جميع المدربين اللي قاعد نشوفهم على مستوى عالي الحقيقة، ويعني الحقيقة يعني هذا شيء طيب وإن شاء الله يعني الشوط الثاني الآن كابتن عبد الله 10 دقائق ولا مهمة
الخبرة تلعب دور بالشوط الثاني، التركيز واستغلال الفرص يلعب دور. بالنسبة لهم يعني مباريات هذه مباراة يكسب فيها ويحصل على الأمور، فأمور وعوامل تكسر الفريق بالشوط الثاني. الخبرة أعتقد لها دور كبير. نعم. وتركيز أنا أعتقد راح يكون الأوفر حظاً اللي هو الصداقة اللبناني. أنا كترتيب كمجموعة لاعبين موجودين حتى فردي اللعبات الفردية عند بعض اللاعبين وخاصة الشوتر الباك عبد الرحمن سند راح يسوي إضافة في الشوط الثاني. أنا أعتقد أنه راح يكون له دور كبير، وأتوقع من منظور اللي إحنا قاعد نشوفه أن فريق الصداقة اللبناني باتجاهه لخطف هذه المباراة وله قصور في 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 فريق السوري، لكن العامل الفني يبين يعني رتم المباراة تمشي فنيا. الصداقة اللبناني قاعد يقدم كرة أفضل، صحيح هم متقاربتين ولكن أفضل من فريق الجيش. كان جزية مهمة اليوم الصداقة لما استقطب لاعبين عادة ترى يعني كل فرق أو الصداقة ما يمكن من خلال السنوات السابقة ما استقطب، اليوم لما استقطب ثلاث لاعبين أضافوا له، والدليل اليوم تأهل الدور الثاني وصوله للمنافسة على المركز السابع تام. بالنسبة للصداقة أعتقد يعني نتيجة طيبة. أي نعم أخوي عبد الله، يعني الحقيقة أنا ودي أضيف شغلة على البطولة هذه. إحنا لو لاحظنا يعني مستوى التحكيم يعني الحقيقة يعني بطولات كثيرة كنا نعاني من يعني التحكيم، من يعني مستوى التحكيم. الواحد يقبل على البطولة يبي يشوف شنو الحكم اللي عنده. الحين الحقيقة يعني من بداية البطولة إلى الآن أنا أقول يعني الحقيقة مستوى التحكيم يعني ماني مبالغ أقول 9/10. نعم. أمانة يعني أداء مميز، أداء ممتاز، أداء يعني شيء راقي. يعني دليل على هذا يعني أوكي. شو أنت شفت راقبت أوكي بارد. بشكل سريع أبو صالح، من يغلب الشوط الثاني؟ ردينا على سؤال قبلي بعد. لا يعني توقعك صداقة. صداقة كابتن محمد. صداقة. صداقة. لا ما يصير محمد غير. أوكي عموما شكرا لكم كباتن. إذن مشاهدين راح نرجع معكم الشوط الثاني لمباراة الصداقة اللبناني والجيش السوري. انتهى الشوط الأول بتقدم الصداقة اللبناني 15-12. عودة للزميل محمد شكري، تفضل يا أبو جاسم. الكرام الكابتن عبد الله صالح والكابتن محمد مبارك، نجوم احلى زمن للعبه كره يد الكويتيه. هذا محمد الشكري، حييكم مره ثانيه من صاله نادي الكويت منطقه كيفان، لننقل لكم وصفا تفصيليا لمجريات الشوط الثاني من مباراه الصداقه اللبناني والجيش السوري، واللي انتهى الشوط الاول بتقدم الصداقه اللبناني بالنتيجه 15-12 بعد ما كان الفريق السوري هو الدائم المتقدم، ولكن في اخر نقول 10 دقائق تمكن الفريق الصداقة اللبناني بالتفوق وإنهاء الشوط الأول لصالحه، وهذا أول هدف في الشوط الثاني. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت المباراة بالشوط الثاني، وأول هدف في الشوط الثاني عن طريق اللاعب صهيب العزاوي اللاعب السوري. الكرة مع الصداقة اللبناني، الطرابلسي محمد الطرابلسي الى الجناح يحاول يسدد محمد صالح، وهدف، هدف لمحمد صالح، هدف لمحمد صالح، هدف لمحمد صالح، الهدف 16، هدف 16 13. لا زال فريق الصداقة اللبناني هو المتقدم بالنتيجة بعد ما كان متأخرا كما ذكرناكم أعزائي المشاهدين طوال المباراة حتى الدقيقة 23 عندما تقدم وحافظ على هذا التقدم وتسديده، وسبايدر مان يتصدى، سبايدر مان حسن صفر يتصدى. هذا سبايدر مان، خلاص خلاص يا أبو علي اللقب اطلق عليك سبايدر مان، سبايدر مان المرمى حسن صفر.
الحارس الكويتي المحترف الكويتي لفريق الصداقة اللبناني في هذه البطولة. كرة مع الصداقة وهدف، هدف هدف لي ميثم الحركة، هدف لي ميثم الحركة. هذا اللي عاد، هذا اللي عاد ميثم حاول تخطى مدافعي فريق الجيش السوري ليسدد و يسجل هدف ال 17. كرة مع الفريق السوري، كرة مع الجيش السوري، تمريرات الخط الخلفي، باسل بخو الى اللاعب رقم 7 نضال ابراهيم الى اللاعب رقم 19 تسديده وهدف، هدف لحسن اليونس، هدف لحسن اليونس. هذه اللي عادت ارتقاء من التسعة متر وتصويبه وتسجيل للهدف ال 14 17 14 17 14. الصداقة اللبناني 14 الجيش السوري في أول ثلاث دقائق من بداية المباراة. بالشوط الثاني عزيزي المشاهد كرة مع محمد صالح وأيضا هدف، هدف جميل على محمد صالح على الحارس عبد الرحمن العبد الله، هذا جميل قصير. وهذا اللي عاد محمد صالح والجناح الأيسر لفريق الصداقة اللبناني. كرة مع الجيش السوري، كرة مع الجيش السوري، يحاول الجيش السوري مرة أخرى. نضال إبراهيم إلى وهيب العزاوي، نضال إبراهيم إلى فيصل الخضر إلى نضال مرة ثانية، يحاول نضال يسدد تسديدة ولكن سبايدر مان يتصدى، سبايدر مان حسن صفر يتصدى. خلاص أطلق هذا اللقب على حسن صفر سبايدر مان الحراسة. خطأ خطأ، هذا صهيب العزاوي حارس أو لاعب عفوا لاعب فريق الجيش السوري. الكرة مع الصداقة اللبناني علي عيد إلى أشرف إلى علي عيد مرة ثانية إلى ميثم حركة يسدد ويسجل، ميثم حركة يسدد ويسجل، هذا ميثم حركة، ميثم الحركة ويسدد ويسجل، هذا ميثم تسديدة قوية من ميثم الحركة على الحارس عبد الرحمن العبد الله المشارك لفريق الجيش السوري بالشوط الثاني لتصبح النتيجة 19 السد اللبناني 14 الجيش السوري. كما ذكرنا لكم أعزائي المشاهدين هذه المباراة للمركزين السابع والثامن. أحمد محاميد المدرب السوري لفريق الجيش السوري خطأ، خطأ على اللاعب رقم 8 فيصل الخضر، ترجع مرة ثانية هجمة سريعة هل يعيد إلى ميثم الحركة، ميثم تسديدة ولكن تسديدة ميثم الحركة وتصدي من أيمن الجهماني، هذا الجهماني رامي الجهماني الحارس السوري، ترجع مرة ثانية لاعب الدارب والذهب انقطع الكرة وصافرة ودقيقتين، دقيقتين على اللاعب رقم 13 ميثم الحركة، الطرد المؤقت لمدة دقيقتين، هذا الإعاقة من ميثم الحركة وصافرة من الحكم معمر الوطني حكام من مملكة البحرين. نقص عددي لفريق الصداقة اللبناني، هل يستغل الجيش السوري هذا النقص العددي بالتسجيل وتقليص الفارق؟ كرة مع اللاعب رقم 19 يسدد ولكن خطأ ورمية جزاء، وأيضا دقيقتين، إشارة واضحة من الحكم معمر الوطني وسحب ليد اللاعب المهاجم، هذا اللي عاد، هذا لاحظ عملية الدفع من قبل اللاعب رقم 10 حسين قاسم ورمية جزاء واللي راح يسدد حسن اليونس، حسن وحسن، حسن صفر حسن اليونس، حسن اليونس هدف، حسن اليونس هدف، هدف هدف ليه حسن اليونس، هدف ليه حسن اليونس، هذا حسن صفر سبايدر مان الحراسة الكويتية، اللاعب الكويتي المحترف بفريق الصداقة اللبناني. الكرة مع الطرابلسي إلى علي عيد إلى أشرف خضير، لاحظ النقص العددي 4 لاعبين مقابل 6، بالتالي من الصعوبة ليه
فريق الصداقة اللبناني بتسجيل الهدف، ولكن من الممكن أن يسجل. نراول نتابع طرابلسي محمد، محمد الطرابلسي وصالح وهدف. محمد صالح بالنقص العددي الصداقة اللبناني يسجل هذه العادة. لاحظ لاحظ وهدف، هدف للاعب اشرف خضير، تسديده ولكن في العارضة، تسديده من فيصل الخضر ولكن في العارضة. الصداقة اللبناني بالنقص العددي، اللاعب رقم 93 اشرف خضير يفلت من الرقابة الدفاعية لينفرد بالحارس رامي الجهماني لفريق الجيش السوري ويسجل الهدف العشرين. 20-15 فارق 5 أهداف، فارق 5 أهداف. علي عيد إلى نيناد إلى الطرابلسي، وتسديدة الطرابلسي هذه المرة في العارضة، تسديدة محمد الطرابلسي في العارضة ترجع مرة ثانية. نضال إبراهيم خاطئ على نضال إبراهيم، هجوم عكسي على نضال إبراهيم، ترجع الكرة علي عيد، كرة مع الصداقة اللبناني، كرة مع الصداقة اللبناني. هذه المباراة كما ذكرناكم أعزائي المشاهدين ما بين المركزين السابع والثامن. محمد الطرابلسي إلى نيناد، اللاعب رقم 10 حسين قاسم، علي عيد، عبد الرحمن سند أو عبد الرحمن الشيخ، كرة مرة ثانية علي عيد، علي وخطأ على علي عيد، خطأ على علي عيد بالدخول أيضا العكس الخاطئ على علي عيد. يرجع الكرة هجمة سريعة، نضال إبراهيم إلى صهيب العزاوي إلى نضال، أيضا استعجال من الفريق السوري في محاولة لتقليص الفارق، ولكن سبايدر مان يتصدى لهذه التسديدة ولهذه التمريرة. ترجع الكرة لأشرف خضير إلى عبدو، عبد الرحمن سند إلى علي عيد إلى أشرف خضير مرة أخرى، كرة مع الخط الخلفي. لاحظ الفريق السوري يلعب طريقة الآن 5-1، تتحول في بعض الأحيان إلى 4-2 أو 3-2-1 حسب التحول الهجومي أيضا لفريق الصداقة اللبناني. الطرابلسي خطأ ورمي حرة، خطأ ورمي حرة لصالح الصداقة اللبناني. أشرف، علي عيد، علي سدد وهدف، علي عيد وهدف، هدف للصداقة اللبناني عن طريق اللاعب البحريني والمحترف البحريني لفريق الصداقة علي عيد. هذا علي عيد اللاعب المتميز البحريني، صاحب إمكانيات جيدة جدا صراحة، ولاعب يعني يجد الفارق لأي فريق يشارك فيه. وبالتالي الآن علي عيد يظهر بهذه البطولة بصورة مميزة صراحة مع فريق الصداقة اللبناني، وأحد اللاعبين المؤثرين بهذه البطولة. الكرة مع الفريق السوري، تمريرة ولكن تمريرة خاطئة، ترجع مرة ثانية. فاسي بريك سريع ولكن تقطع الكرة، ترجع مرة ثانية. باسل إلى أبو الذهب، إلى قتيبة المحاميد، إلى اللاعب رقم 19 حسن اليونس، يهدي اللعب الفريق السوري، تهدئة للعب، تهدئة للعب الفريق السوري. احنا في أول 10 دقائق على بداية الشوط الثاني والمباراة عزيزي المشاهد. كرة مع الجيش السوري وخطأ، خطأ لصالح الجيش السوري، خطأ ورمية 9 أمتار، ولاعب الصداقة اللبناني أشرف خضير يطلب من الحكم محمد غنبر بتنظيف أو المحاولة بتنظيف أرضية المباراة حتى لا تؤدي لإصابة أي لاعب، ولكن الحكم محمد غنبر يرى أن لا وجود لأي سبب، عدم وجود أي سبب لعملية التنظيف لأرضية الملعب من قبل عامل الصالة. تسديدة وهدف، تسديدة وهدف حسن اليونس، حسن اليونس هذه الإعادة. لاحظ ارتقاء من 9 متر، أيضا هاء الصد ضعيف جدا من قبل حسين قاسم ليسدد ويسجل الجيش السوري الهدف 16-21 الصداقة اللبناني 16 الجيش السوري، واحنا في الدقيقة 11 على بداية الشوط الثاني من هذه المباراة عزيزي المشاهد. كرة مع علي عيد إلى عبدو، ولكن خطأ على عبدو،
قاطع على عبد الرحمن الشيخ او عبد الرحمن سند، والملقب بعبدو كما يحب ان يطلق عليه من قبل الجماهير الكويتيه هنا في الدوري الكويتي. الكره مع الفريق السوري، كره مع الجيش السوري، كره مع الجيش السوري، خط الخلفي قتيبة المحاميد الى حسن يونس الى قتيبة المحاميد الى باسل بخو، تسديدة باسل ولكن ارتطمت في القائمة الايمن لحسن صفر. ترجع الكرة مرة اخرى لفريق الجيش السوري. 12 دقيقة على بداية المباراة بشوط الثاني. كرة مع باسل بخو الى يونس، حسن يونس يسدد وهدف، حسن يونس وهدف، هدف لحسن يونس. هذا الاعاده لاحظ ايضا تسديده من السبعه متر، ايضا عدم وجود اي حافظ مما يسهل العمليه لاي لاعب للتسديد، وهذا ما حصل في الهجمه الاخيره واللي من خلاله سجل اللاعب حسن يونس الهدف ال 17 21 17. علي عيد يحاول ولكن خطا ورميه حره، خطا ورميه حره. نضال ابراهيم حاول انه يقتنص الكره بعد ان الحكم اطلق صافرته، ولكن حكم المباراه يطلب من لاعبي الفريق السوري بعدم جديه هذه الهجمه. كره مع اللاعب السوري، تسديده من لاعب لبناني ولكن تصدي، تسديده من اشرف خضير ولكن ايمن او رامي الجهماني يتصدى هذه التسديده. نضال ابراهيم، هجمه الفريق السوري، خطا، خطا ورمي حره، خطا ورمي حره، رمي حره للفريق السوري. الصداقه اللبناني متقدم بالنتيجه 21 17 21. السد القطري، السد القطري، السد الصداقه اللبناني و الجيش السوري 17. تسديده حاول تمويه الى حسن اليونس الى صهيب العزاوي، صهيب يحاول يمرر ولكن تمريره وصافره وجود خطا ورميه 9 امتار لفريق الجيش السوري. كره مع الجيش السوري، باسل الى حسن يونس يسدد ولكن حسن صفر يتصدى هذه المره. سبايدر مان الحراسه الكويتيه تصدى، ترجع لطرابلسي، طرابلسي تسديده يا طرابلسي، وهدف جميل، هدف جميل لهذا اللاعب اللي شاهدونه امامكم محمد الطرابلسي اللبناني. محمد طرابلسي لاحظ التمويه الجسماني والتسديده بطريقه فنيه جميله ليسجل الهدف الاثنين 22 22 17. طبعا نبارك بما ذكرنا السد القطري، نبارك للفرق القطريه الحيل القطري والوكرة القطري لوصولهم للنهائي لهذه البطوله، وحظا اوفر لفريق الكويت الكويتي والشارقه الاماراتي بعدم وصول للمباراه النهائيه بعد ما استمتعنا بمباريات جميله وممتعه مساء الامس، واللي تمكن من خلالها فريق الوكرة القطري من الفوز على نادي الكويت الكويتي والذحيل القطري على الشارقة الإماراتي، وبالتالي وصول الفريقين القطريين للمباراة النهائية. وما دام أن هذه الفريقين وصلوا للنهائي فهم يستحقون هذه النتيجة وهذا الوصول للنهائي. الكرة مع محمد صالح، تسديدة ولكن رامي الجهماني يتصدى هذه المرة، تسديدة من محمد صالح ولكن رامي الجهماني يتصدى لهذه التسديدة. كرة مع الفريق السوري، حسن يونس، نتمنى يعني للجماهير أيضا نداء إلى الجماهير بالحضور غدا في المباراة المركزين الثالث والرابع ما بين الكويت الكويتي والشارقة الإماراتي، وأيضا مباراة الدحيل القطري والوكرة القطري لما يضم الفريقين من عناصر مميزة في هذه البطولة. يعني راح نستمتع باكر في نهائي خليجي وثالث ورابع ايضا خليجي، غدا بطولة او بطولة خليجية مصغرة
غدا ان شاء الله على المركزين الثالث والرابع والاول والثاني بطوله خليج مصغره. ترجع الكره تالي، نتمنى الحضور الجماهيري لمباريات الغد ان شاء الله. كره مع الطرابلسي وهدف للطرابلسي، هدف للصداقه اللبناني. يعني نداء من الان للجماهير اللي صراحه متعتنا بالايام الماضيه بالحضور الجماهيري بامتلاء الصاله. حالات اي مباراه تجرى لا يحلى بها الا بالحضور الجماهيري، وهذا ما فعلت صراحه الجماهير الكويتيه كافه جميع الروابط. كل الشكر لجميع الروابط لفرقنا المحليه، كل الشكر لرابطه العربي القادسيه كاظمه الكويت فيحيل التضامن النصر الساحل برقان القرين كل نادي شارك بالحضور في مباريات الامس ومباريات نادي الكويت. بالتالي نتمنى هذا الحضور الجماهيري المتميز حتى تكتمل الفرحه والعرس الاسيوي الخليجي في مباريات القد. ووقت مستقطع يطلبه المدرب احمد المحاميد مدرب الجيش السوري او صافره من حكم او مراقب المباراه. ننتظر ونرى هل وجود هناك خطا وقرار وصافره من مراقب المباراه. اتوقع ان في امر فني حصل في هذه المباراه، هذا محمد قنبر الحكم البحريني في هذه المباراه هو وزميله معمر الوطني. طواقم تحكيميه متميزه بهذه البطوله صراحه، الشيء الملفت للنظر بهذه البطوله الطواقم التحكيميه، ولو ان ممكن تحصل بعض الاخطاء البسيطه، ولكن مجملا صراحة يعني نهنئ الاتحاد الآسيوي بهذه الطواقم المتميزة صراحة واللي شاركت بإنجاح هذا المحفل الآسيوي من خلال التحكيم المتميز للمباريات والمتوازي لمستوى المباريات. الكرة مع الفريق السوري، نضال إبراهيم وتسديده، وسبايدر مان يتصدى، سبايدر مان يتصدى لهذه التسديدة، تسديدة نضال إبراهيم. كرة مع الصداقة اللبناني أشرف، وخطأ على صهيب العزاوي وديكتين على صهيب العزاوي. غير قاصد طبعا، غير قاصد كانت العملية دفاعية، ولكن مع تحرك أشرف خضير بالكرة فكانت العملية الدفاعية يعني خطرة نوعا ما وخاطئة على اللاعب أشرف خضير. والحكم البحريني معمر الوطني اتخذ القرار صحيح بالطرد المؤقت لمده دقيقتين. كره مع الجناح يسدد، ولكن رامي الجهماني تسديده من اللاعب رقم 2 علي سويدان، ولكن تسديده علي سويدان تصدى لها الحارس رامي الجهماني. اخر 11 دقيقه ونص على انتهاء الشوط الثاني والمباراه. عزيزي المشاهد، السد القطري السد القطر شبين على قطر الصداقة اللبناني عفوا الصداقة اللبناني. وتصدي من سبايدر مان، تصدي من حسن صفر. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة مع الفريق اللبناني، ولكن أيضا تصدي من رامي الجهماني لتسديدة علي سويدان، التسديدة الثانية لعلي سويدان. كرة مع الجيش السوري، كرة مع الجيش السوري، نضال إبراهيم إلى اللاعب رقم 10 أيمن العنيسي، إلى بالذهب، إلى أيمن، إلى نضال، خاطئ على نضال، دخول خاطئ على نضال لإبراهيم. يرجع الكرة مرة أخرى للفريق اللبناني، الصداقة اللبناني يحاول يسدد ميثم الحركة، ولكن تسديدة ميثم الحركة في العارضة، هذه الإعادة لاحظ اختراق ميثم الحركة وسدد، ولكن تسديدة ميثم الحركة تضرب العارضة وتخرج خارج
الملعب لتنتقل الكرة إلى الجيش السوري. كرة مع الجيش السوري. صهيب العزاوي إلى اللاعب رقم 8 فيصل الخضر إلى أيمن العنيسي إلى لاعب الدائرة أبو الذهب يحاول، لكن دفاع قوي من اللاعب رقم 13 وطرد مؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب ميثم الحركة. هذا الإعادة، هذا الإعادة والخطأ وعملة التحويطة وإشارة واضحة من معمر الوطني والكرت الأحمر على ميثم الحركة بسبب الطرد المؤقت الثالث للاعب ميثم الحركة، فبالتالي هذا الطرد يؤدي إلى الكرت الأحمر والاستبعاد عن المباراة نهائيا بعد أن أخذ العقوبات الكاملة بهذه المباراة وهي 3 مرات للطرد المؤقت في قانون لعبة كرة اليد. يتم طرد اللاعب خارج المباراة إذا ما حصل على الطرد المؤقت 3 مرات، وهذا ما يحصل الآن لميثم الحركة. طبعا في أمور أخرى أيضا تؤدي إلى الكرت الأحمر، ولكن هذه أحد الحالات الموجودة بلعبة كرة اليد وأحد قوانين لعبة كرة اليد. إذا ما خرج اللاعب بالطرد المؤقت لمدة 3 مرات لمدة دقيقتين، المرة الثالثة الحكم يخرج الكرت الأحمر ويخرج اللاعب خارج المباراة، وهذا ما حصل لهذا اللاعب اللي تشاهدونه أمامكم ميثم الحركة. خلاص لن يشارك في باقي المباريات الجديدة، ولكن سبايدر مان يتصدى. سبايدر مان حارس صداقة اللبناني حسن صفر يتصدى لهذه التسديدة. برافو يا أبو علي، برافو يا سبايدر يا مان. سبايدر وهو سبايدر بهذا التصدي، بسم الله ما شاء الله عليك يا حسن يا صفر. يعني أيضا من الحراس المتميزين في هذه البطولة، وأيضا من أفضل الحراس بالدوري المحلي الكويتي بهذا الموسم حسن صفر. سوف يكون له شيء كبير إن شاء الله في الحراسة الكويتية، وهي امتداد في الحراسة الكويتية من خلال الحراس أحمد بوليل، علي عباس، عبد الرزاق بلوشي، يوسف الفضلي، طارق الحوطي، عبد الرضا البلوشي، حراس كثر واسمحوا لي اللي ما ذكرنا أسماءهم. فبالتالي هذه وهذا اللاعب وهذا الحارس هو امتداد للعبة كرة يد الكويتية، واللي دائما وأبدا ما يتحفون صراحة بالحراسة الكويتية. والله لك الحمد أن الكويت دائما ولادة في أي لعبة كانت موجودة رياضية. وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلبه المدرب جميل قصير مدرب الصداقة اللبناني. هذه بعض اللقطات والتصديات لحراس المرمى سواء من رامي الجهماني أو سبايدر مان. حسن صفر، يعني حسن صفر صراحة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، والعين عليك باردة يا أبو علي. حارس يكتسب خبرة كبيرة جدا بهذا العمر وهو بمقتبل العمر، ربنا يحفظك إن شاء الله أنت وأخوك علي. أيضا لا ننسى الحارس أيضا علي صفر شقيقة حارس نادي الكويت في هذه البطولة. حراس كثر، حراس كثر، ولكن يعني الآن ما يجول في خاطرنا أو ما يجول في فكرنا من ذكر أسماء للحراسة. أيضا ستقام مباراة إن شاء الله بعد هذه المباراة ما بين مضر السعودي وبربار البحريني. الكرة مع صداقة اللبناني، لاحظ الدفاع المتقدم وخطأ، وتوقع فيها دقيقتين، فيها دقيقتين، فيها دقيقتين، دقيقتين نعم على اللاعب رقم 69. اللاعب رقم 69 للجيش السوري أيمن الخروف أو أحمد الخروف، عفوا أحمد الخروف، أحمد الخروف اللاعب السوري، وطريقة خاطئة بعملية منع اللاعب اللبناني بالتوجه إلى المرمى، وبالتالي قرار سليم من الحكم. لاحظ المدرب أحمد محامي يطلب من لاعبيه بالتقدم ومراقبة رجل لرجل، هل ينجح أحمد محامي بهذه الطريقة بمنع الفريق اللبناني من التسجيل؟ آخر 8 دقائق وفارق 6 أهداف،
فارق 6 اهداف لفريق صداقه. تسديده ولكن تسديده اللاعب حسين قاسم خارج المرمى ترجع للجيش السوري. صهيب العزاوي صهيب وهدف، هدف لي ابو الذهب، هدف لي اسامه ابو الذهب. هذا اسامه تمريره صهيب العزاوي، لاحظ اسامه ابو الذهب تماما منفرد بالحارس حسن صفر ليسجل الهدف 18 الجيش السوري 23 الصداقة اللبناني. الكرة معك الصداقة اللبناني، تمريرة إلى الجناح الطرابلسي ولكن تسديدة الطرابلسي خارج المرمى. تسديدة من محمد الطرابلسي ولكن خارج المرمى. كرة مع الفريق السوري، فريق الجيش السوري، كرة مع الجيش السوري. صهيب العزاوي إلى لاعب رقم 19 إلى الخضر. خطأ 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 لصالح اللاعب فيصل الخضر. فيصل الخضر كرة مع الجيش السوري، كرة مع الجيش السوري. يحاول صهيب العزاوي يسدد ولكن سبايدر مان حسن صفر يتصدى. هذه تسديدة صهيب العزاوي ولكن حسن صفر يتصدى. كرة مع الصداقة اللبناني آخر 6 دقائق، 6 دقائق الأخيرة على انتهاء الشوط. الثاني عزيزي المشاهد آخر 6 دقائق، 6 دقائق الأخيرة على انتهاء الشوط الثاني عزيزي المشاهد. الصداقة متقدم تسديدة ولكن رامي الجهماني يتصدى، ترجع هجمة سريعة مرتدة وفاست بريك سريع ولكن تقطع وترجع مرة ثانية بهجمة سريعة إلى نيناد وهدف. نيناد وهدف، هدف لنيناد ستانوسيتش. نيناد ستانوسيتش الهدف، الهدف 24 الصداقة اللبناني 18 الجيش السوري. حسن صفر وتمريرة طويلة من حسن صفر ولكن عدم الاستلام الجيد من قبل اللاعب اللبناني لتخرج الكرة خارج الملعب لتنتقل مرة أخرى لفريق الجيش السوري. هذا حسن صفر سبايدر مان، برافو يا أبو علي، أحد الحراس المتميزين صراحة بهذه البطولة. حسن صفر تذكروا هذا الاسم جيدا في السنوات القادمة، ربنا يحفظك يا حسن. الكرة مع الصداقة اللبناني عبد الرحمن سند. خطأ خطأ ودقيقتين دقيقتين دقيقتين على أسامة أبو الذهب. آخر 4 دقائق، خلاص الأربع دقائق الأخير. لاحظ عملية الدفاع في وجه اللاعب أسامة أبو الذهب ودفاع على وجه اللاعب، بالتالي هذا خطأ، خطأ بلعبة كرة اليد أو قانون لعبة كرة اليد لابد أن تكون الطريقة الدفاعية مناسبة، إيقاف اللاعب من خلال إيقاف ذراع اللاعب وأيضا بطريقة قانونية ولكن بهذه الطريقة طريقة خاطئة، وبالتالي قرار سليم من حكم المباراة بالطرد المؤقت لمدة 2 دقائق. كرة للطرابلسي وهدف للطرابلسي، هدف لمحمد الطرابلسي. هذا محمد الطرابلسي، هذا محمد الطرابلسي. فريق الصداقة اللبناني حافظ على نتيجة تفوقه من آخر تقريبا 7 دقائق من بداية الشوط أو نهاية الشوط الأول حتى الدقيقة 26:30، فبالتالي عملية الاستمرارية والتفوق بالنتيجة من قبل فريق الصداقة اللبناني موجودة في هذه المباراة. الكرة مع فيصل الخضر يسدد ولكن تسديدة اللاعب حسن اليونس خارج المرمى بعد أن لمست الكرة حائط الصد اللبناني. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة مع باسل بخو اللي غاب بالشوط الثاني. غياب باسل بخو
في الشوط الثاني تماما وعدم تسجيله تقريبا ممكن نسجل هدف والهدفين فقط في الشوط الثاني وهو من اللاعبين المتميزين من الأجنحة، ولكن الطريقة الهجومية اللي اعتمدها المدرب أحمد المحامي. هذا باسل لاحظ معكم أعزائي المشاهدين، هذا باسل بقو من اللاعبين المتميزين ومن الأجنحة المتميزة بهذه البطولة. الآن استلم الكرة وتمريرة من أحمد المحمد اللي لم يتوانى باسل بخو بالدخول والتسديد والتصويب والتسجيل للهدف 19-25. علي عيد الى عبد الرحمن سند يسدد وهدف. يعني اتوقع ان المباراة خلاص، اتوقع ان النتيجة خلاص تذهب لصالح الفريق اللبناني. اتوقع ان الفريق اللبناني خلاص المباراة باتجاهه وهدف يمين امين وهدف هدف ليمين حسين، هدف للاعب السوري امين حسين. هذا امين حسين لاحظ وحاول حسن صفر تصدي لهذه التسديده، ولا يا علي عيد اللاعب البحريني المحترف البحريني، ايضا هدف لعلي عيد باختراق وتصويب وتسديد قوي من قبل هذا المحترف البحريني اللاعب المتميز علي عيد ليسجل الهدف 27. اخر دقيقه، الدقيقة الأخيرة على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. عزيزي المشاهد، لعب شلون الكرة مع الفريق السوري، أحمد المحمد إلى قتيبة المحامي، إلى أحمد المحمد، إلى الخضر، إلى باسل تسديدة، ولكن هذه المرة سبايدرمان يمنع باسل بخو من التسجيل. ترجع الكرة للصداقة اللبناني، آخر 40 ثانية على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. عزيزي المشاهد، مباراة تفوق فيها الصداقة اللبناني في آخر 7 دقائق من نهاية الشوط الأول لهذه المباراة، واستمرت عملية التفوق بهذه المباراة حتى نهايتها. وهدف للجيش السوري كما ذكرناكم. إن شاء الله بعد هذه المباراة ستكون هناك أيضا مباراة ما بين المركز الخامس والسادس، ما بين مضر السعودي وبربار البحريني، وستكون بصوت الزميل المعلق عيسى عبد القدوس، وتصدي من سبايدر مان، آخر تصدي للحارس حسن صفر، سبايدر مان الحراسة، هذا حسن صفر، وبهذا التصدي من سبايدر مان أطلقت الصافرة أعزائي المشاهدين بانتهاء مباراة الصداقة اللبناني والجيش السوري بفوز فريق الصداقة اللبناني على الجيش السوري بنتيجة 27-21. مبروك لفريق الصداقة اللبناني واحتلال المركز السابع، وهارضك لفريق الجيش السوري واحتلال المركز الثامن، ولكن نبارك للفريق السوري على هذا المستوى المتميز وبالأوضاع الموجودة في الجمهورية العربية السعودية السورية. إلى الاستوديو التحليلي وزميلي المتميز المتألق كابتن عبد الله حسين وضيوف الكرام الكابتن عبد الله صالح والكابتن محمد مبارك، أحد نجوم وأحلى زمن وأحلى ذكريات بلعبة كرة اليد الكويتية، كان معكم محمد الشكري. آمل أن تكونوا قد استمتعتم أعزائي المشاهدين بوصلنا لهذه المباراة، على أمل أن نلتقي بكم في قادم وعيد والمباريات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.